السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعضاء متابعين قناة ربح من الإنترنت، أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة برجع الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة هنبتدي بشرح منصة ويف اكسينج. كتير من الناس المتابعين بعتوا لي أسئلة بخصوص المنصة، فهنركز عليها النهاردة. المنصة لما تيجي تسجل فيها هنبتدي من التسجيل. هتلاقيني سايب لك لينك المنصة، بدوس على كلمة جيت ستارت. بنيجي ندخل باسورد، تمام، ونعلم موافق. كونتينيو. دي المحفظة بتاعتك اللي انت هتديها للناس. continue. هتسمي المحفظة ايه؟ هنسميها اسم احمد مثلا. continue. تقريبا عاوز نزود حرف او حاجة زي كده، خليها مثلا احمد 55. تمام، قبل اهو. اول خطوة بعملها باجي هنا السهم الصغير ده، بخش على سيتنج، سكيورتي، بظهر الحاجة اسمها باك اب بيرهابس، او الكلمات يعني زي الكلمات المفتاحية بتاعتي اللي انا ايه بقدر افتح بيها المحفظة بعد كده لو انا مثلا فتحتها من اي جهاز تاني او عملت مثلا ساين اوت وحبيت ارجع لها تاني، واحتفظ بدولت. واحتفظ بدولت. هتفتح تكست، ملف تكست او وورد، هتسمي اول حاجة مثلا باك اب بيرهابس وتحط الكلمات بتاعته، وبعد كده اللي هي كلمة باك اب برضه في ريبس تانية، وتحط ايه المفتاح ده، وهكذا تحتفظ بيهم هم التلاتة. خلصت الكلام ده، هتيجي برضه ده البابليك كي بتاعك، احتفظ بيه. الادرس ده العنوان العملة بقى اللي بتديه للناس، بتجيبه كده من بره مش مشكلة. بنيجي على اهم خطوة، اكسبورت اكونت اي بي، لا هي دي سيف، شايفين دي سيف از جيسون فايل، حاجة ادوس عليها اكسبورت. تمام، ده ملف، الكلام ده كله هجمعه في فولدر واحد، ده كده تأمين المحفظة بتاعتي. تمام، يبقى انا كده عملت محفظة ونزلت البرايفت كي ونزلت الملف الجيسون، كل الحاجات بتاعتي، بحيث لو فتحتها من اي مكان بعد كده يبقى معايا الشغل بتاعي اقدر افتحها من اي مكان. تمام، نيجي بعد كده هفتح بقى محفظتي الخاصة ونشرح عليها. ده المحفظة كده بتاعتي من الداخل. تمام، اول سؤال اتسألته اللي هو انا معايا رصيد مثلا من عملة كذا على منصة ايا كانت المنصة او اي محفظة تانية، وعايز ابعته على محفظة الويف. محفظة الويف دي هي محفظة ومنصة في نفس الوقت، فتعامل معاها كأنك بتعامل مع منصة. تمام، فواحد مثلا معايا عملة مثلا الاثيريوم، ده كان السؤال اللي جالي النهاردة، يبقى هكتب رمز اي تي اتش. اي تي اتش، لا الاثيريوم مش موجود تقريبا، نشوف العملات الموجودة عشان نتأكد. أو نخش من هنا الأول على داشبورد ونشوف ايه العملات المتفعلة. لا في إيثيريوم اهو. تمام، يبقى من هنا، يبقى انت بترجع، نرجع تاني والت داشبورد، هنيجي انا عاوز مثلا اودع هنا رصيد، يبقى هدوس على كلمة ريسيف. تمام، ادي ريسيف، يبقى دي محفظة الايثيريوم اللي انا هبعت عليها. فانا عندي مثلا رصيد في منصة مثلا ويزكس، تمام، او اي موقع من المواقع اللي احنا بنتعامل عليها الفوست. يعني انا سبب شرح النهاردة
العصر النهاردة المواقع اللي هي الخاصة بالفوست والحنفيات للناس المبتدئين. دلوقتي هو مثلا جمع رصيد من عملة معينة، أنا مثلا نفترض الإثيريوم على المحفظة مثلا، أو سواء كان مجمعها على محفظة، جمعه على موقع الفوست نفسه وهكذا، وعاوز يبعت الكلام ده يستغله في مثلا في منصة زي منصة ويف أو محفظة ويف. فزي ما قلنا هيخش، نبتدي تاني من الأول، داشبورد، يجي على اسم العملة اللي هو محتاجها، في عملات كلها ايثيريوم، بيتكوين، ويفز وهكذا، تمام، ليت كوين، ده المينرو، داش، وهكذا العملات الرئيسية. وفي عملات تانية ممكن تضيفها، يعني ممكن تضيف عملات من هنا وهيديك برضو المحفظة بتاعتها، البي سي في دي العملة اللي هي البيتكوين سي في، تمام. المهم نرجع هنجرب مثلا في الايه الايثيريوم، هننسخ العنوان ده اللي هنبعت عليه، فهنبعت عليه الرصيد من المحفظة التانية او المكان اللي عندي في الرصيد على العنوان ده. انا بدوس ايه ديبوزيت اللي هو ايه استقبال ريسيف، تمام، هستقبل على عنوان المحفظة ده. حسب بقى ايه سرعة النقل مثلا من مكان انت بتنقل فيه، ممكن ياخد 10 دقايق، ياخد ساعة، حسب، تمام. المهم الرصيد هيوصل لك هنا اهو، تمام. بعد كده انت عايز تشتري بالرصيد ده ويف، هتخش على تريدنج هنا، تمام. هنيجي الويف مقابل الايثيريوم، يبقى هاجي اكتب هنا اي تي اتش، انا بعته ايثيريوم، تمام. ادي الويفز مقابل الايثيريوم اول حاجه، وهي اكتر حاجه عليها ايه تداول من الارقام دي كده قصادك الفوليوم وهكذا، هي اكتر حاجه عليها تداول، ادوس عليها كذا، تمام. هيظهر معايا الرصيد اللي معايا مثلا من الويف والرصيد معايا من الايثيريوم. انا عايز اشتري ايه، انا هشتري ويف، تمام. فحدد الكميه اللي انا عاوزها، اعلم مثلا على اي حد مثلا ايه من الناس اللي بيبيعوا، مثلا الشخص ده اعلم عليه على حاجه واختار الشخص، وبعد كده احط الكميه اللي انا عاوزها. انا مثلا بعت قد ايه ايثيريوم، مثلا ايه 0.002، تمام. يبقى إيه هيديني مثلا من الويف قد كذا، لا يبقى علي شويه، خليها مثلا ايه كذا، يبقى ده هيديني قطعتين، يبقى مثلا المليون ساتوشي من الايثيريوم بيساوي حوالي قطعتين. انا اقول مثلا ايه نزود هنا بوينت، او نخلي واحد كمان، يبقى مثلا ايه مليون والف ساتوشي يساوي قطعتين، تمام. انت هتشوف وتجرب، ونفس القصه تطبقها على ايه العملات التانية. انت معاك بيتكوين، معاك يو اس دي، معاك ليتكوين، معاك منرو، حسب العملة، داش، بيتكوين كاش، العمله اللي معاك هتبعتها هنا، تاخد عنوانها وتبعته وت ايه وتشتغل عليها في الايثيروم، تمام. ايه تاني سؤال اسألنا، اعرف منين العملات اللي هي ممكن تتباع او لا، تمام. مبدئيا اول حاجه بتعرفك ان العمله دي نازله تداول عليها بقوه، العلامة دي، تمام، اكسشينج، تمام، العلامة دي موجودة، اعرف ان ايه العملة دي فيها تداول، تمام. ايه تاني ممكن العملة متبقاش ظاهرة العلامة دي قصادي، فانا عايز اتأكد منها. انا مثلا معايا عملة، نجيب بس ايه على عملات المنصة مثلا او اصحابها مسعرينها باسعار، تمام، بس لسه معلهاش تداول. يبقى إيه عملة ايه مثلا ليتريكس، تمام، خدها كده كوبي، خش على تريدنج. انا مثلا في مقابل الويف هكتب اسم العملة بتاعتي هنا وادوس انتر، تمام. يبقى مقابل الويف يعتبر زيرو، ومقابل بيتكوين زيرو. نرجع للويف تاني ونوضح، هدوس على التداول بتاعها، تمام. هنا ايه يعتبر كل الناس ايه طالبة بيع، مفيش حد ايه بيشتري، فيعتبر العملة ايه واقفة حاليا، تمام. تصبر عليها، ما انت انا بقولكش سيبها، العمله ممكن بعد كده تلاقيها مره واحده حصل عليها حمله دعايه كويس من اصحاب العمله، روجوا لها كتير مع مستثمرين، لقى السعر مره واحده رفع والعمله ايه في بيع وشراء عليها، تمام. بس حاليا مفيش ايه الاسعار اللي انت شايفها دي، اللي انت شايفها دي كلها دي اسعار بيع، مش اسعار شراء، تمام. فاعتبر مفيش تداول عليها، فانت تركنها وتسيبها دلوقتي، عشان في ناس كتير بتبعت لي بتقول انا شايف، لا انا شايف متاكد وشايف ان العمله بتتباع كده، لا ده اسعار بيع من باللون الاحمر ده مثلا جوه المنصه، اعرف ان الناس كلها عايزه تبيع زيك، تمام. في انا حاطط النهارده في الفيديو بتاع النهارده من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمل عليها فوست موقع، هضيف برضو حاجات تانية، القايمه اللي انا حاططها هضيف لكم شغل ليها تاني. بس بالنسبه مثلا لعمله الويف، في يعتبر موقع انا اللي شغال عليه وكنت شارحه من زمان اللي هو اتش او اكس، هنروح له دلوقتي. كان سألني سؤال ازاي ابعت العملة اللي عندي على الفوست بتاعه للمنصة او للمحفظة، نرجع كده للموقع،
اولا موقع اللي هو H2X OX ده موقع مختص في الفوست او حنفيات للعملات الويف بس، تمام. تسجل عادي بالايميل بتاعك ورقم المحفظة. رقم المحفظة بنجيبه منين؟ اهو بيبقى مثلا اليوزر بتاعك انت مسجل بيه، لو انت نسيته هتدوس كده مرة انت كده نسخت رقم محفظتك، تمام. بتسجل بيه هنا عادي وبتخش على كلمة فوست كل يوم، في منها حاجات مهم كل 5 دقايق، في كل نص ساعة، في كل ساعتين، في كل 3 ايام. هنمسك مثلا دي عملة اللي هي العملة الخاصة بالموقع نفسه اللي هي ال H2OX، تمام. دي كل 12 ساعة. اجي هنا انتظر ال5 ثواني بتوعي، تمام، وادوس كلمة كلاين. كده انا جمعت، خلصت دي، ارجع تاني الفوست وهكذا اللي بعده وهكذا. دلوقتي انا عاوز ابعت الرصيد اللي معايا ده للمحفظة بتاعتي، تمام. هاجي هنا اول مرة عشان تفتح لك حاجة اسمها فتح حساب او انت تستقبل رصيد على المحفظة، في حاجة لازم تعملها. انا بيجي هنا دخلنا اكونت كلمة وزدرو، تمام. عاوزين نعمل وزدرو، لا دوست وزدرو ثانية واحدة بلانس، اه من بلانس هنا على كلمة وزدرو، اول مرة هيطلب منك عشان يستقبل منك عشان تقدر تسحب رصيد، هيطلب منك طلب. الطلب ده ممكن تلاقيه هنا، واضح لنا اكتر، تمام. هو بيديك رقم محفظة اللي هي بتاعت المنصة نفسها، تمام. ده اول مرة بس انت تفتحها مش من على اليمين، مش من الاخضر هنا، من اللي هي الازرق دي، المكان الازرق، تمام. هيديك عنوان هي بشبيه للفكرة اللي انا عملتها دلوقتي، تاخد العنوان ده كوبي وتروح محفظتك، تمام. لازم تبعت له اي كمية من اي عملة ويف، عاوز تبعت له ويف ابعت، عاوز تبعت عملة تانية مفيش اي مشكلة، فانت لازم تبعت عشان تقدر تسحب من الموقع. ابعت اي حاجة ان شاء الله بأقل من 1 سنت. هنخش دلوقتي على الرصيد عندي ورفتلي، تمام. هدوس مثلا عاوز ايه العملة دي مثلا، مع اجربها لكم على الويف بس بلاش الويف، هي الفكرة واحدة. هي انت لو مثلا لو معاك ومعاكش غير ويف ممكن تبعت من الويف بأقل كمية. نيجي مثلا نجربها على اي عملة معايا كتير منها، مثلا عملة الـ Activity، ادوس سنت، تمام. احط العنوان اللي انا نسخته من المنصة هنا، واجي هنا الكمية 10 قطع مثلا، تمام، وادوس له Continue. كده هيبعت المحفظة، كده انا فعلت حسابي 10 دقايق وتلاقي ليه السحب اتفتح لك معاك مثلا ايه حاليا معاك ايه ويف بس، هدوس سنت، تمام. ونحط رقم محفظة برضو، الكلمة اللي انا عايز ابعتها ايه، ابعت اقل حاجة مثلا 0.001، تمام، بحيث ان انا اخد عليها اقل نسبة فيه، ودوس كونتينيو. بتبعت حاجة بسيطة يعني، دي مش مكملة حتى، مش جايبة حتى ايه 1 سنت. نعليها شوية عشان يبان لكم ايه الفلوس، تمام، او هنا اكتر، تمام. دي كده عاملة الكمية دي كده عاملة 1 سنت بالظبط، هي 0.01. ودوس هنا ايه كونتينيو، حتى الفي اللي هياخده مني فيه بسيط جدا. الناس لما تيجي تقول لي انا عاوزه في او عاوز رصيد عشان اقدر استقبل، انت عارف الكميه اللي بياخدها منك اقل منصه بتاخد رصيد او في منصه ضريبه يعني بتاخد منك منصه الويف اقل حاجه يعني، مثلا ايه احط الرصيد انت بتاخده شايفينه واخد كميه اقل من السنت، تمام. ودوس كونتينيو، انا كده اعتبر فتحت ايه الرصيد بتاعي، انا اقدر ابعت من داخل المنصه. وهعمل تطبيق اعمله قصادكم، هنبعت اوتوماتيك من داخل المنصه. انا هعمل ويزدرو اهو، اختار العمله اللي هي المحفظه اللي انا هبعتها، دي محفظتي. هنيجي العمله اللي انا عاوز ابعتها، مثلا دي العملات النشطه، هبعت مثلا 1000 من اي كريدت، تمام. وادوس ايه ويزدرو، اه الكمية نسيت احددها، احنا معانا كام منها، احنا نسينا، معايا 1000، لا تمام، لا انا المفروض باجي هنا بختار العملة بتاعتي وادوس كلمة ماكس اللي هو اقصى رصيد عندي، يبقى انا اللي مجمعه دي اسم العملة ايكريت 1000، انا كنت فاكرها معايا 1000 قطعة.
تمام، معايا رصيد منها اللي هو 0.06. بص الماكس بتاعها اقصى حاجة معايا، بدوس له ويزدرو. نسيت اسلك المحفظة، تمام ويزدرو، تمام خلاص كده ايه الارسال تم. خلال دقيقة ولا حاجة بتلاقي رصيد وصل لك على المحفظة. ممكن واحنا بنتكلم يكون وصلنا. نرجع كده داشبورد، بعد كده نجرب نرجع تاني بيفترو ونشوف ترانزاكشن اخر حاجة وصلتنا. تمام، لا لسه ما وصلتش. تمام، هي عموما ما بتطولش 10 دقايق ولا حاجة وبتوصل. بس هو كده السحب وصل، وانا وصلني منها عملات كتير. يعني لو وصلنا بس هنلاقي في عملات غريبة كده واصلالي. اه في برضه خبر معانا، كان في عملات وصلتنا جديدة كنا مشتركين في الاوروبات تبعها، عايز اوريها لكم. انت مالي تقريبا منها؟ لا بس مش هي دي اللي انا عاوزها. اه العملة دي اللي هي العملة كان اسمها سيمبا، عملة سيمبا وصلت. يعني الناس لو فتحت المحافظ بتاعتها هتلاقي العملة وصلت عندهم على محفظة الويف. تمام. المهم 10 دقايق الرسالة اللي احنا عملناها دلوقتي من الموقع قال لي ايه وصل معانا هنا اهو. والشرط زي ما قلنا ان احنا نبعت عشان يتفتح لنا هنا السحب، لازم نبعت اي كمية من المحفظة بتاعتنا للمنصة هنا، بحيث يعتبر الموضوع ده مصداقية. هم مش محتاجين المبلغ، تبعت حاجة اقل من السنت بس هو كمصداقية ان انت مش عامل اكونت سكام وبتقعد تجمع عملات وتبعت براحتك وخلاص. تمام، واشتغل عليها في وسط من هنا براحتك وجمع، وفي عملات بإذن الله ساعات بتعلى منها وتضرب جامد. نخش بعد كده على او اير دروب بقى معانا. العملة اللي معانا دي اسمها اكون، تمام، هي لسه في البداية خالص، يعني لسه ما فيش اي حاجة دنيا معاهم وبيجهزوا للعملة. فانت لو عايز تشتغل على اير دروب هم بيقول لك هم متوقعين سعر العملة بتاعتهم ان هي هتعلى. تمام، فدي كبداية، هي لسه العملة في بدايتها خالص او بيأسسوا لها. تمام، ده الصفحة بتاعتها، ممكن تجيبها من البوست نفسه او الدروب اللي انت شغال عليه تطلع عليها، في الوايت بيبر بتاعهم في معلومات اللي هم ايه بيتكلموا عن العملة. نخش بقى على الدروب نفسه. الدروب نفسه كالتالي، بيفتح معاك اول حاجة بيتأكد منك، بيطلبها منك يوزر التليجرام بتاعك بتدخله له، وبعد كده المهام المعتادة. هو بيقول لك ان هو هيوزع بس دي هنا ايه ال10 محظوظين. تمام، يعني الجروب ده انا مش ايه مش برشحه للناس كلها، بس في ناس بتحب تشتغل عليها ممكن يبقى حظه حلو، هيبقى فيه ايه لاكي نمبر او لاكي وينر، دول هياخدوا حوالي $200 من عملة اكون. تمام، المهام بتاعته سهلة، جروب تليجرام لجروب تليجرام، فولو على تويتر. انا عن نفسي انا مش هكدب عليكم مش هشتغل عليه، انا ايه انا حظي في الحاجات المسابقات دي ما بتمشيش، بس انا هحطه ايه للناس ايه اللي عايز تشتغل عليه مفيش اي مشكلة. هنا المهام، مهمة الانستجرام، الفيس، اليوتيوب، هنا لو عملت له فيديو، هنا كريت، هنا لو عملت بلوج او مقالة عنهم، هنا تزور الصفحة تاخد ال10 معلومات اللي هي الصفحة الرئيسية لموقع العملة، ضربة احالة، ده البونص بتاعهم، ده حاجة اسمها ديلي بونص، بس لازم تخلص ايه المهام اللي فوق او على الاقل نصهم عشان يفتح معاك الديلي بونص. نخش بقى على اول دروب جديد معانا. العملة دي بإذن الله مضمونة، والاير دروب بتاعها رسمي من الموقع نفسه. نقفل بس الويب ده، نفتح جروب تليجرام. الاير دروب ده خاص بعملة اسمها USDG. تمام، الاير دروب بيدي 3000 قطعة او 60000 قطعة بيساوي $13.5. بقولك عن كل حالة $2.70. تمام، ممكن في ناس طالبة مني ان انا احط الاسعار. تمام، هحاول برضه افتكر الجزئية دي واحط بعد كده ايه الايردروب نفسه او الشركه حاطه قد ايه سعر الايردروب. تمام، المهم بتدوس على كلمه ستارت، بيبتدي معاك المهام بدايه من كلمه ايردروب تاسك، هتدوس عليها. المهام بتتعرض قصادك اهي، انضمام لجروب تليجرام اول وتاني، فولو على تويتر واول بوست لايك وريتويت، انضمام لجروب ايه او فولو على الانستجرام الخاص بيه. بتيجي هنا بتحط اليوزر تليجرام اللي انت استعملته، بعد كده يوزر تويتر، بعد كده لينك بروفايل انستجرام، بعد كده الايميل الخاص بيك. بعد كده مجرد ما بتحط الايميل، خد بالك من النقطه دي، بيبعت لك على الايميل كود تفعيل. هو الجزئيه دي بحترمها انا في الايردروبات، بتدل على مصداقيه. تمام، الايردروب بيبعت لك هنا كود تفعيل عشان يتاكد ان انت مش سبام او بتسجل وخلاص. فبيجي لك كود زي كانك بتسجل في موقع على الايميل بتاعك، تيجي ترجع تحط الكود هنا، بعد كده بيفتح معاك تحط المحفظه. بعد كده خلاص بتتابع بقى رصيدك من كلمه بالانس، وبتتابع ايه الاحلام بتاعتك من انفايت فريندز، والوزدرو نبص عليه كده بيقول لك وزدرو الكومينج سون. تمام، يعني الايه لسه الايه الوزدرو مش مفتوح حاليا. خش بقى كده على الدروب اللي بعده.
العملة دي موجودة على منصة فينديكس، فكده كده مضمونة. ومبدئيا انت لازم تكون مسجل في المنصة، فهتلاقيني برضه سايب لك لينك التسجيل في المنصة، تمام، عشان تستعمل الايميل اللي انت مسجل بيه في الدروب نفسه. تمام، الدروب ده مش هناخد منه كتير عشان تبقوا عارفين، هما ال 2500 قطعة حاليا بيساوي على منصة فينديكس حوالي تقريبا $5، $5.5، حاجة زي كده. بس الدروب مضمون، شغال عليه مش هتخسر حاجة. اديك بتجمع مثلا العملة، وبإذن الله ممكن تعلى عن كده. هنيجي اول حاجه بتحط له الاثباتات بتاعتك قبل ما تشتغل على المهام. اول حاجه يوزر التويتر، يوزر التليجرام، لينك بروفايل فيس، الايميل اللي انت مسجل بيه في منصه فينديكس. تمام، هنيجي هتعمل له هنا فولو على تويتر وتقول له اي هاف فولو، بس مش حاجه مش اكتر من كده. وبعد كده انضمام لجروب تليجرام وتدوس علم على اي هاف، بعد كده فولو على الفيس واي هاف. بعد كده بتيجي هنا طالب ايه الجروب تليجرام ده، بتخش تعمل انت كده انضمت لي، بتخش تعمل اضافه لعشر اصدقاء عندك على التليجرام، وبتاخد سكرين شوت للصوره دي وبترفعها. تمام، بترفع صوره ان انت اضفت 10 من الاصدقاء بتاعك للجروب تليجرام بتاعها. تمام، نوضحها ممكن للناس، بس انا عندي جروب تليجرام ده مثالي، ما اظنش عليه اصدقاء. عاوزين ندي مثل بس، نفتح اي جروب او ممكن نفتح جروب نفسه. تمام، ناخده كده كوبي. ادينا انضمينا، تمام، باجي هنا من فوق بعلم على علامة اللي هي الزائد دي. تمام، انا مثلا بس انا عامة انا بضيف الاصدقاء عندي فين، اكتبهم في قائمة هنا بحيث ان انا مريح دماغي القصة دي، لو عشان انا بسجل في كذا جروب كذا تليجرام باخدهم، بحط مثلا الاصدقاء دي هنا كده واحد واحد واعمل لهم اد. تمام، بعد كده بعد ما اعمل اد، بس هو فضل لو انت ايه العشرة موجودة عندك ايه في الاول. تمام، فانت ممكن تبعت لهم رسائل، لو انت مثلا لو الاصدقاء دي مش موجوده عندك، مثلا ممكن تدعو كذا حد من الاصدقاء تجمع اليوزرات بتاعتهم، او تخش على الجروب بتاعهم مفيش مشكله. تاخد مثلا الشخص ده تعمل له اد كونتاكت مثلا. تمام كده، هترجع هنا لما تيجي تعمل اضافه هتلاقي مثلا مسجل، لا بس انت دي مش هينفع معاك، ممكن تجيبهم من جروب تليجرام تاني عشان ده كده كان مسجل اوتوماتيك. يعني شوف اي ايردروب تاني انت مسجل فيه عشان تجمع منه اصدقاء. ده كده طريقة تحايل ايه على القصة دي. هنيجي مثلا الجروب ده نشوف فاتح موضوع ان اشوف الاصدقاء، اه فاتحها. طب تمام، اخدهم بس اللي عليهم واحد واحد لان هما جمع 10، ادوس ايه سند مسج، لا ده مش هينفع، نشوف غيره كده. احنا عاوزين حد نضيفه صديق مثلا، ده اه اعادة كونتاكت كده انا ضفته عندي، وهكذا اللي بعده. تمام، اعادة كونتاكت، تمام، وهكذا. ارجع بقى للجروب تليجرام بتاعي اللي هو ده، هلاقي الاتنين دول هتضافوا ايه عندي، هعمل اضافة دي واحد اتنين وادوس ايه اد. بس قبل ما ادوس اد ابقى مجمع العشرة معايا 10 هنا المفروض، فانت خش على اي جروب اذا الحركة اللي انا عملتها دي جمع 10 اصدقاء او 15 براحتك ممكن تحتاجهم بعد كده. تمام، وقبل ما تدوس اد انت كده خلاص واقف على الصفحة دي، هتدوس سكرين شوت في الكيبورد وتحتفظ ايه بالصورة، وتيجي ترفع الصورة دي في الخانة دي. تمام، نيجي بعد كده ايه هنا، هنا فولو على تويتر للبوست ده، ولازم تعمل فيه لايك وكومنت، والكومنت هيكون فيه 3 تاج من الاصدقاء. تمام، وتيجي ايه تقول له اي هاف او اوريدي. فولو على تويتر للصفحة دي الاضافية دي بتاعت منصة فينديكس نفسها، تقول له اوريدي، انضمام لجروب تيجرام بتاع فينديكس اوريدي. بعد كده خلاص بتعلم انت نفذت المهام كلها وكلمة سبمنت. الرصيد هيوصلك فين؟ هيوصلك على منصة فينديكس نفسها عن طريق الايميل. خش اللي بعده، الايرو دروب ده خاص بعملة اسمها EBF كوم كوف كومفا، EBF كومفا. تمام، ده صفحة العملة نفسها أو الموقع اللي هم بيبيعوا حاليا في مرحلة البيع، وفضلهم على انتهاء البيع 27 يوم. تمام، نبص كده تفاصيل العملة، حابب تطلع على الوايت بيبر بتاعهم، حابب تطلع على تفاصيل العملة موجود في الموقع بصراحة معظم التفاصيل بتاعته. تمام، المهم الايرو دروب رسمي من الموقع اهو. تمام، عبارة عن بوت تليجرام، افتح معانا ثانية واحدة، هو ده البوت. لا انا كده دخلت على الجروب، او ممكن نجيبه من اهو مش مشكلة. تمام، ده كده الايه البوت نفسه او الايردروب. الايردروب بيقول لك ان سعر القطعة بتاعتهم حاليا بتساوي 10 سنت، يعني هما بيبيعوا ب10 سنت القطعة الواحدة. هو هيديك 300 قطعة يعني $30، يعني الايردروب ده سعره $30، وعلى كل حال هتاخد 50 قطعة يعني $5.
يبتدي معانا بالشكل ده، بنحل الكابتشا. بعد كده بيفتح معانا المهام، اول مهمة عندهم الجروب تيجرام، اول وتاني وتالت. بعد كده فولو على تويتر واول بوست لايك وريتويت، وهنا للسبونسر فولو على تويتر، والبوست اللي خاص بالعملة هو اللي لايك وريتويت. يعني هتدور على البوست اللي خاص جوه صفحة السبونسر، تقريبا تاني او تالت بوست هتعمل لايك وريتويت، هتعمل سبسكرايب للقناة بتاعتهم على اليوتيوب، وده اوبشن الاختياري. بعد كده بندوس كلمة سبمت ديتيلز عشان نأكد بياناتنا. بنحط مبدئيا يوزر التليجرام اللي احنا استعملناه، يوزر التويتر، بعد كده لينك بروفايل اليوتيوب الخاص بيك، بعد كده رقم محفظة الايثيريوم والت، بعد كده بيظهر معاك رصيدك 300 قطعة من عملة اي بي اف، ده الاختصار بتاعها، وبيديك في الاخر هنا رابط الحالة بتاعك، بتتابع بالانس وما بس، مفيش حاجة تانية. هو كده رابط الحالة بيطلع لك مع كلمة بالانس. خش على اللي بعده. يعتبر الدروبات خلصت، بس انا كنت النهارده شرحت مجموعة الفوست او الحنفيات، فحبيت بس ايه انوه على الموقع ده. الموقع ده يعتبر ايه، هو كوليكشن لكذا عملة، تمام؟ يعني تقدر يعتبر الموقع ده تقدر تكسب منه كذا عملة، تقدر تجمع منه كذا عملة من العملات اللي هي عن طريق الفوست او عن طريق الصنابير. مبدئيا عشان بس ده ما شرحتوش النهارده، بس عايز اوضحه للناس مع ان حد تفاصيله بالانجليزي، هو مرتبط بموقع فوست بي. فانت لازم الاول تكون مسجل في موقع او ايه اللي هو الموقع اللي تقدر تكسب منه برضو عن طريق كلمة ايرن، وبيحولك على مواقع. بس يعتبر ده من اهم المواقع اللي انا شايفه من وجهة نظري. فهتسجل في الموقع اللي هو فوست بي، ونفس الايميل اللي انت مسجل بيه قبل ما تشتغل في اي حاجة هنا، هو هتخش على ويزدرو. هتيجي على كلمة سيتنج، هتيجي هنا معاك اختيارين، يا اما انت مثلا لو كنت مسجل في اكسبريس كريبتو، كريبتو دي عاملة برضو زي فوست بي، هتحط ايه حاجة اسمها الاي دي بتاعك. لو انت مسجل فوست بي هتحط الايميل نفس الايميل اللي انت مسجل فوست بي، تمام؟ يبقى هنا الايميل بتاع فوست بي عشان اقدر اشتغل على المهام بتاعتي. المهام ازاي؟ باجي هنا على معانا اول حاجة فوست، في حاجة اسمها اوتو كلايم، وفي حاجة اسمها مانوال كلايم. مثلا انا هختار في الاوتو كلايم ايه، مثلا هجمع، مثلا انا عايز اشتغل على عملة خلينا مثلا ممكن احتاج اللي نحتاجها تريكس. تريكس استفاد منها اهي، في ناس بتبقى مثلا معاها عملات على محفظة ترون ومش قادرة تسحبها بسبب ان تريكس معاها مش موجودة، تقدر تجمع الرصيد اهو تريكس مجانا من هنا اهو، تمام؟ how do you like to get paid، انت ازاي هتستقبل الرصيد بتاعك؟ هقول له انا هستقبله على موقع فيست بي، تمام؟ هنيجي شوز فرانكسي، دي طريقة الشغل بتاعهم. هقول له مثلا كل 10 دقايق فيها بونص 2%، ودي باي اوت بوست مش عارف، انا اجرب 4x، دوس له كده كلايم اشوف هيجيب لي سبورت باي فوست. كده لازم اغير العملة عشان التريكس مش موجودة من ضمن المجموعة اللي هنا. هنيجي كده الفوست بي، قصدي الفوست بي مش سبورت لعملة التريكس. فنيجي مثلا نختار الايثيريوم ونص والبي سنت مثلا 10 منت، تمام؟ ندوس كلايم ونشوف هيجيب لنا ايه. لا برضو في خطوة واقفة، انا كنت مختار تريكس مع ايثيريوم، فنلغي التريكس وننزل تاني كلايم. ايه اللي واقف تاني؟ تمام، انا اللي بشم بقالي فتره ما اشتغلتش عليه افتكرت الدنيا، تمام؟ بتيجي هنا المفروض نخش عشان بيديك حاجه اسمها رصيد، من حاجه اسمها اف اس تي، لازم يبقى معاك رصيد منها. دي بتجيبها منين؟ من شورت لينك. انت معاك برضو بتكسب، بيديك رصيد من هنا، يعني شورت لينك ده بيديك حاجه اسمها اف اس تي، تمام؟ بتخش بتعمل اعلانات، دي شورت لينك على الاقل مثلا 2 3 او اشتغل 10 في اليوم، بحيث ان يبقى معاك رصيد، الرصيد من البوينت تقدر تشتغل عليه في الكلايم اوتو ايه كلايم. الفكرة ان انت نفسها انت بتجمع نقاط، والنقاط دي بتشغلها انت في الاوتو كلايم عشان يجمع لك اوتوماتيك على الاوتو كلايم. المهم انا هعمل الاعلانات وارجع لكم تاني، تمام؟ انا عملت الاثنين شورت، عملت حوالي 5 شورت لينك وظبطت النقاط بتاعتي. جيت هنا اخترت العملة، وجيت هنا اخترت اللي هي على فوست بي الدفع، واخترتها كل دقيقتين، ممكن تزود انت براحتك، كل 10 دقايق مفيش مشكلة، بس لازم تزود نقاط في الشورت لينك. وهنا مثلا ايه 4x، وندوس كلايم. المفروض ان هو بيشتغل مع نفسه، بيبعت الرصيد اوتوماتيك على محفظة الفوست بي بتاعتك، لما بيخلص بتلاقي رصيد وصل. دي كده فكرة الموقع، يعني او ضمن الفكرة من الافكار اللي فيه. تقدر تكسب، انت بتخش هنا بتجمع نقاط وبتحولها للفوست،
او تو كلايم، او ممكن تخش على حاجه اسمها مينينج هنا ان هو بيعدن على الصفحه بتاعتك. وفي الاوفر ويل دي باعلانات، وفي حاجه اسمها الديلي بونص دي كل يوم بتخش تشوفها برضو. الاديسون لسه ما فتحتش تمام، فممكن تشتغل على اول 3 حاجات الشورت لينك المينينج الاوفر ويل مع الفوست تمام. وبتقدر تحول برضو هنا في حاجه اسمها اكسشينج عنده تمام. والويز درو هنا لو حبيت تجمع الرصيد بتاعك يعني تشتغل بدون انت ترسله على المنصه، ترسله بعد كده خارجي مفيش اي مشكله، وده رابط الاحالة تقدر تشتغل عليه تمام. انا يا جماعه شارح انا ما بشتغلش عليهم قوي، بس عشان فكره الموضوع لقيت ناس كتير محتاجه مبالغ بسيطه جدا من العملات سواء كان بيتكوين اثيريوم حاجات زي كده عشان يدفعوا ضريبه في حاجات تمام. فبنشرحها عشان الناس اللي معاها لسه مبتدئين يقدروا يجمعوا رصيد تمام. نيجي بعد كده الموقع ده، الموقع ده انا شفته انا جربته بصراحه مع نفسي وبعت لي يعني انا كده مش مقتنع كده كده بموقع التعدين اللي هي المجانيه، بس لقيته بعد فهم ممكن نستفاد من البونص بتاعه حاليا. الموقع ده اسمه هيركو تمام. بيقول لك ان هو بيديك بما يعادل 5 سنت من البيتكوين لو انت سجلت فيه، وفعلا بعت يعني. لو بصينا انا كنت عامل الارسال على منصه ويزركس، نيجي كده هنا وصلني بالفعل ايه بما يعادل من البيتكوين الكميه دي تمام اللي هي بتعادل 5 سنت. كل المطلوب منك هتسجل وبتلاقي هو مديك رصيد 5 سنت بتعمل لهم ارسال بيوصلك فعلا. فدي حاجه احنا مش خاصنا ان اخش سجل وخد الرصيد، وانا ولا شرحت ولا جبت عليه احالات يعني المبلغ بعد دفعهولي بالفعل بدون اي حاجه تمام. تخش بقى على الاكونت بعد ما تسجل، في حاجه اسمها في ريبونس انا هبص عليها ممكن نبص نكتشفها دلوقتي برضو. المهم لقيت هنا في رصيدي 5 سنت، عملت لهم مزدرو لقيته بعته معايا من هنا مفيش اي مشكله وبعتهم. هو خد بالظبط يوم يعني الارسال على ما تم خد يوم. بس نرجع كده للصفحه الرئيسيه دي نشوف ايه في ريبونص ده ممكن نستفاد منه برضو. لا هو بيقول لك انت لما تسجل اه نفس الفكره انا بقول ان هو بيديك ال5 سنت اهم اه مقابل التسجيل تمام. في حاجه اسمها ايه 80,000 دولار بونتي ممكن نبص عليها، الناس برضو تشتغل تحاول تجمع رصيد. دي بيقول لك بروجرام من الحالات، بس عشان تبقوا عارفين حالات اكتف يعني لازم الحاله تحط ايه تستثمر يعني، هو مش هيديك بونص غير لما تكون الحاله عامله ايه ايداع تمام. فسيبنا من النقطه دي، احنا كده كده شغالين على المجاني اللي هو هناخد بس البونص ال5 سنت من الموقع. نيجي للبرنامج ده، البرنامج ده انا هشرحه كده مع بعض. البرنامج ده بيدي بما يعادل 5 دولار بيتكوين وبتبقوا مسموح فيهم لان انت تقدر تسحبهم بعد ما تخلص المهام المطلوبه منك. اول حاجه هتنزل البرنامج تمام، بعد ما تحمله انا سايب صور للتسجيل خطوه بخطوه. بعد ما تنزل البرنامج تحمل عندك على الجهاز، دي كده الواجهه الرئيسيه بتاعته اللي هي كده تمام. ده الواجهة الرئيسية، أول ما يفتح معاك بيبقى بالشكل ده. أول حاجة أنت هتعملها هتخش على الأيقونة دي تمام، هيظهر معاك الشكل ده. أول حاجة هتعملها تدوس على بين كود، تدخل بين كود مكون من 6 أرقام تمام. اعمله بقى تاريخ ميلادك شوف هتعمله ايه، المهم ايه حط ايه بين كود يبقى ثابت معاك. بعد ما تخلص البين كود هتيجي تخش هنا على حاجة اسمها ولد بيك اب اوكي تمام. بعد ما نخش على ولد بيك اب ده البين كود تمام، ده اللي ايه ده شكل البين كود لما بيجي تدخله، بتدخله ايه 6 أرقام سواء تاريخ ميلادك شوف انت هتدخل اي رقم، رقم موبايل وهكذا. نيجي هنا بنعمل حاجة اسمها مانيوال بيك اب، بلاش الاكتف بيك اب، الاكتف بيك اب ده اللي هو اوتوماتيك بيك اب يعني اللي هو بيرفع من نفسه الباك اب بتاعك على ايه جوجل اكونت بتاعك. لا خليك في المانيوال اللي هو بيديك كلمات 12 كلمة بتحتفظ انت بيهم بتكتبهم عندك، وبعد كده بيختبرك فيهم بيجيب لك بيقول لك حط لي الكلمة التانية التالتة الرابعة وهكذا، بيجربك انت نزلتهم ولا لا. خلاص انت ايه اشتغلت كده امين خلصت الكلام ده كده يبقى انت احتفظت بالباك اب بتاعك. تاني حاجة عملت البين كود، بس اهم حاجة اول حاجة البين كود بعد كده الباك اب تمام. خلصت الكلام ده كله بترجع الى الصفحة الرئيسية، شوف هنعمل ايه، هندوس برضو على ال3 نقاط دولت، شايفين ال3 نقاط. المرة دي بقى مش علامة الترس، علامة الترس ثانية واحدة عايز نجيبها، علامة الترس بيبقى في الصفحة الهوم تمام.
هنخش بقى ازاي نكسب الايه او بداية المكسب. بنخش على كلمة ايرين من هنا، تمام. فين الصورة بتاعتها؟ انا جايبها، تمام. ادي الصورة بتاعتها. هتدوس على ثلاث نقاط دولت. اول ما تدوس على ثلاث نقاط هيظهر معاك الصفحة دي. هستأذنك، هيبقى في كود، انا كود كده كده ده مطلوب منك عشان تاخد ايه، يعني هم حاطينها كايه شرط اساسي ان انت عشان ايه تبتدي تكمل المهام بتاعتك. هتحط هنا الكود اللي انا مديهولك لو كود الاحالة، تمام. ده كده اول خطوة. حتى بعد ما تدخل الكود هتلاقي المكان بتاع ايه انتر فايت كود ده اختفى. الكود هتدخله لو انت بتكتب على الكمبيوتر، دخله كابيتال، كل الحروف كابيتال، تمام. نيجي بعد كده بعد ما دخلت انت الحروف بتاعتك هتيجي هتخش على ايه تلات نقاط برضو، عاوزين نجيب الصورة بتاعتها، تمام. هنيجي برضو على صفحة ايرين، شايفين انت علامة الكاس دي، هتدوس على علامة الكاس. مجرد ما تدوس على علامة الكاس هتظهر معاك المهام هنا اهو. فكرة مهام هايفة جدا. اول مهمة فيهم بس عشان اختفت عشان انا خلصتها، كانت اول واحدة ظاهرة بيقول لي اعمل شير مثلا على الفيس او تويتر، بتعمل شير اوتوماتيك، هو بيسيبه اوتوماتيك وبيديك ايه علامة خضراء عليها. تاني واحدة بيقول لك ايه تستقبل، ما تستقبل نيوزليتر على الايميل بتاعك، بتدخله الايميل اللي انت عاوز تيجي لك اخبار عليه، تمام. بعد كده اخر حاجة تعتبر فاضلة معاك انت كاكا، في من ضمن المهام انت كنت تعمل باك اب والت، ده انا عملتها فخدت الرسالة عليها انا عملتها ودخلت البين كود، فيعتبر انت كده نفذت مهمتين اللي هي بالباك اب والت وبالبين كود، تمام. اخر واحدة انت ايه لازم تعمل تجيب اضافة او تجيب احالة واحدة على الاقل عشان ايه تستلم البونص. يبقى البونص عشان تستلم اخر خطوة فيه لازم تجيب احالة، تمام. ده كده كان اخر حاجة معانا تقريبا. قبل ما اقفل بس بفكركم بالايردروب ده، يا ريت تركزوا عليه. انا عارف ان انا شرحته اتكلمت عليه كذا مره، بس يا جماعه الايردروب اول عمله باذن الله مهمه. تذكيره للناس بيها، انت بتيجي تسجل في الموقع بتدخله الايميل، بيبعت لك مجرد ما بتدخله الايميل بيبعت لك لينك على الايميل الخاص بيك. الايميل ده فيه ايه تفعيل، يعني الموقع ده لازم تكون مفعل، فتكون مجهز معاك بطاقتك او صوره الباسبور ايا كان، او الباسبور. الايميل اللي انت هيجي لك على الايميل بتاعك اللي هو ايميل التفعيل ده فيه في نفس الوقت تفعيل تفعيل الوثائق، فبيطلب منك الايميل يا ريت ايه تفتحه على الموبايل عشان لو طلب منك صوره سيلفي تبقى انت جاهز بكل حاجه وتشتغل عليه. الايردروب ده يفضل لما تيجي تسجل فيه تفتحه عن طريق الموبايل عشان لما يبعت لك رساله تفعيل يبعتها لك على الموبايل، والخطوات اللي انت بتعملها بتبقى اونلاين اللي هو التفعيل اونلاين، تمام. فبيطلب مثلا منك يقول لك صور لي البطاقه كل ده وانت ماسك ايه مثلا ايه، فخليها على الموبايل عشان تعمل كل حاجه اوتوماتيك. بيفتح لك صفحه تانية، الصفحه دي فيها الخطوات بتمشي ورا بعض بالترتيب، صور البطاقه وش وضهر فبتصورها له، خد صوره سيلفي وانت ماسك البطاقه، تمام. مجرد ما بتخلص الخطوات دي بياخد تقريبا حوالي 24 ساعه مراجعه، وبتلاقي بعد كده الرصيد بتاعك ظهر هنا اهو 2000 قطعه. انت لو خلصت تسجيل بدون انت مثلا التفعيل بتاعك تحت المراجعه، حتى لو تحت المراجعه بيفتح معاك الصفحه دي، لما تيجي ترجع تاني للاردروب هتلاقي فتح معاك الصفحه دي وبيعد معاك ايه الاحالات. لو جبت احالات تشتغل معاك مفيش اي مشكله، بس اهم حاجه عشان تستقبل الرصيد بتاعك او من الاحالات لازم تكمل التفعيل زي ما قلنا، تمام. الاردروب بيديك 2000 قطعه من عمله اسمها مورفير بتساوي 60 دولار، ده $2000 ال 2000 قطعه بتساوي 60 دولار، وعن كل احاله بيديك 1000 قطعه بتساوي $30. حاولوا تشتغلوا عليه، الدروب مهم وباذن الله في ربح كويس. بكده انتهينا النهارده، على ما اظن مفيش عملات جديده وصلتنا. نبص برضو بصه، عاوزين برضو نبقى نراجع كده مع بعض ايه المحافظ الترون والمحافظ التانية، عشان في برضو محافظ احنا بنشتغل عليها وستيلر، نبص عليها بصه لو في حاجه وصلتنا نبلغ بها الناس. لا يعتبر مفيش حاجة جديدة وصلتنا النهاردة، أتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.